دقيقة من وقتك قبل أن تفجر نفسك. مجرد سؤال، ليش تفجر نفسك؟ هل لأجل إقامة دولة الخلافة الإسلامية في العراق والشام؟ هل لأجل إقامة العدل؟ هل لأجل إقامة الحدود والتعزيرات؟ أنا أعرف وإنت تعرف والناس تعرف قصدك دخول الجنة ورضى الله، ولكن أنت واهم جداً جداً. لماذا؟ هل تعرف بأنه حسب كتبكم وعقائدكم ومبانيكم وأفكاركم لا يجوز لكم إقامة دولة خلافة في آخر الزمان، أو إقامة عدل، أو إقامة حدود وتعزيرات؟ لماذا؟ والسبب أنكم تعتقدون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الخلفاء من بعدي 12 خليفة كلهم من قريش، أو 12 أميراً كلهم من قريش، وعلى اختلاف ألفاظ الرواية فيكون أئمتكم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء 4، ومعاوية ويزيد بن معاوية صاروا 6، وعبد الملك بن مروان صاروا 7، وأولاد عبد الملك بن مروان وهم الوليد وسليمان ويزيد وهشام، والإمام الثاني عشر لكم وهو مهديكم الوليد بن يزيد. لاحظ، إمامكم الثاني عشر حسب نص النبي وحسب ما تفسرون هو الوليد بن يزيد، فالمفروض بعد المهدي، بعد الإمام الثاني عشر، يكون الهرج والمرج إلى يوم القيامة حسب عقائدكم وحسب مبانيكم. فإذا كانت عقيدتكم تنص على أن الهرج والمرج يكون بعد وفاة المهدي وبعد موت المهدي، ومهديكم الوليد بن يزيد قد مات منذ مئات السنين، فأي دولة خلافة تقيمون؟ وأي دولة عدل تقيمون؟ اسمع يا أبو بكر البغدادي ويا أتباع أبي بكر البغدادي، لا يحق لكم في هذا الزمان إقامة دولة خلافة إسلامية، لا يحق لكم أبداً حسب عقائدكم ومبانيكم. فلماذا تصدعون رؤوس المسلمين وتفرقون كلمتهم وتدعون بأنكم تقيمون دولة خلافة إسلامية في آخر الزمان؟ أليس المفروض عليكم أن تلتزموا بكتبكم وعقائدكم ومبانيكم وتعيشون في عصر الهرج والمرج الذي حصل ووقع بعد وفاة مهديكم؟ فيا أيها الدواعش، قد انتهت دولتكم، فلا يحق لأي أحد أن يخرج ويفجر نفسه بحجة إقامة دولة الخلافة الإسلامية. اسمع يا أيها الانتحاري، يا من تريد أن تفجر نفسك، اسمع، لا يحق لك إقامة دولة خلافة إسلامية، لأننا نعيش في عصر الهرج والمرج حسب عقائد ومباني أمتكم. وكان هذا رد السيد الصرخ الحسني على داعش.